كل فترة نحب أنه نسلط الضوء على المواهب الفنية المتميزة، واليوم ضيفنا فنان عرف بصوته العذب، ونقدر نقول أنه من المواهب الصاعدة في الساحة الفنية. إذن خلونا نرحب معنا بضيفنا في الاستوديو الفنان سعد النجعي، وكمان ينضم معنا العازف معاذ. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم. أهلا، حياك الله. الله يسلمك. نتكلم من البدايات، عاد أنا شفت لقاءاتك قبل وأعرف أنك يعني لك خبايا وأسرار يا سعد. خلينا نبدأ نعرف حكايتك مع الغناء، متى بدأت؟ أول شيء شكراً، مشكورين على الاستضافة. نورنا. ثانياً، بدايتي كانت بسيطة من أيام المدرسة. كنت يعني دائماً في أعتمد على الحفظ للشعر والنصوص والحاجات هذه، أقعد ألحن الكلمات، فكان اعتمد كلي على هذا الشيء يعني في الحفظ. فبعدها كانت في بدايتي، كانت في خامس ابتدائي تقريبا، من الانشطه المدرسيه اول مره كنت اوقف فيها قدام الناس، واول مره كنت يعني كيف كان شعورك؟ جدا ما انساها ابدا. الكلام قبل كم ما نبغى نقول قبل كم فما انسى ابدا هذيك اللحظه. إلى الآن في ذهني يعني، الحمد لله أنها انعكست إيجابياً علي الفترة هذه. أقدر يعني يعني على أي مسرح ممكن أوقف وأغني مثل أي فنان كبير. جميل. أنا عارفة أنكم حاضرين أشياء حلوة، خلونا نسمع شيء. طيب يلا. يا مليح الحلا وحلو التثني وجميلا جماله قد فتني، قد فتني بالصفا بالوفا بليلة أوسون كنت فيها بغير وعد تزرني، إن تك ظالمي، إن تك ظالمي فعنك عفى الله، وإن أك ظالما فعفوك عني. يا لا 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 يا حبيبي، ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم، ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم، مالي ومال السهر مالي ومال الهموم، ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم، مالي ومال النجوم، ما دام معايا القمر ما خاف غدر الليالي، ما خاف سكة سفر ما اشيل هم في بالي، ما دام معايا القمر ما خاف غدر الليالي، ما خاف سكة سفر ما اشيل هم في بالي، ما دام معايا عافية. الله يعافيك. السؤال البديهي اللي أسألك إياه، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندك خامة صوت رائعة وتقدر تلعب في التون زي ما أنا شايفة وملاحظة، اسم الله عليك. مين من الفنانين اللي تأثرت بيهم أكثر؟ والله طبعا الساحة الفنية، الساحة الفنية مليانة من الفنانين الكبار أكيد. احنا من صغرنا نعرف محمد عبده، نعرف عبد المجيد عبد الله، طلال المداح، فدائما نغني أغانيهم. فممكن الفنانين الكبار هم اللي لهم أثر الإيجابي علينا إحنا كفنانين جدد في الساحة. إننا يعني
واعطونا حافز كبير نحن نطلع نغني. بدينا باغانيهم وان شاء الله باذن الله انه نستمر ويصير الناس يغنون اغانينا مستقبلا باذن الله. ان شاء الله اكيد يعني اتوقع لك ان شاء الله مستقبل مبهر يا رب ان شاء الله. يعني سعد اكيد اي فنان ممكن يواجه تحديات وصعوبات، ايش اكثر التحديات اللي واجهتها؟ ما بقول تحديات، انا للامانه ما كنت متخيل المكان اللي انا باوصل له صراحه الفتره هذه. ما كنت متخيل وما كنت اصلا انه متوقع انه انا واصل هذا الشيء، يعني كان في فتره من الفترات مو مصدق الشيء هذا. ف يعني الحمد لله انه قدرت اتجاوز كل الصعوبات. طبعا اهمها وهو الشيء اللي كان يعني بالنسبه لي كان مره عائق. صعب يعني كان عائق كبير صراحه اللي هو بعدي عن اهلي، واهلي طبعا في جازان وموجود هنا في الرياض. فهذا الشيء وفي نفس الوقت يعني خلاني اشتغل على نفسي اكثر ويكون عندي طموح اكثر واحدد اهدافي، احاول اني اوصل لاهدافي. فالحمد لله انه يعني معايا هم واحده بواحده، فالله لا يحرمني منهم ما شاء الله. لا قوه الا بالله. بصراحه الفنانين وضيوفنا اللي بينورونا يعني كثير بيجونا من جازان. كمان قبل كم من يوم كان لي ضيف من جازان. طيب والله في طلب من الكنترول يبغوا موال. ها طيب حضر شيء كذا. والله انا مو محضر بس بنقول ما في ما شاء الله عليك، ما يحتاج لك تحضير يا سعد اسم الله. كذا اختر لك طيب موال على ذوقك و... طيب يلا حجاز. ها حجاز. كلام الحب كله حسف يوم وليت كلام الحب كله طاح حسف يوم وليت وأمنتك على الأسرار أستاهل اللي صار. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بغتك وصورتك ما قدرت أقاوم. تقول لي بغى الحجازي أكيد. يعطيك العافية. الله يعافيك. لو تكلمنا عن أعمالك ومشاركاتك أكثر. أنا الحمد لله للسنة الثانية على التوالي كنت تقريبا الأسبوع اللي فات في حفل خريجي جامعة جازان بحضور سمو سيدي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر والنائب محمد بن عبد العزيز، فكان لي الشرف أني أوقف قدامهم وأغني أغنية الخريجين للسنة الثانية من ألحان الفنان الكبير الأستاذ ناصر الصالح، كلمات الشاعر علي الأمير. فهذه صراحة أنا أعتز فيها صراحة، وهي يعني خلتني اتقدم اكثر، يعني اقفز قفزه كبيره. نقدر نسمعها يعني؟ والله ولا محضرها؟ محضره للاسف. لكن ان شاء الله مستقبلا فيه اربع اغاني ان شاء الله مجهزها ان شاء الله. اعمال خاصه؟ اي اعمال خاصه هذه. بس انت عندك اعمال وطنيه؟ عندي اعمال كثير وطنيه كثير. انا بدايتي اصلا تكلمنا عنها هذه الاعمال الوطنيه. هي تقدرين تقولين بدايتي الفنيه الفعليه هي كانت في اليوم الوطني. حلو. شفت ردود فعل الناس فقلت حرام انه يعني ما اطلع اكثر، ما اخلي الناس تسمعني اكثر. بعدها شاركت في برنامج سعودي ايدل. طبعا الحمد لله انه ربي وفقني وقدرت اكبر لاوصل لاكبر شريحه من المجتمع في الشرق الاوسط كامل الحمد لله. فإلى الان احس انه انا باقي في البدايه، مستقبلا باذن الله بتشوفون سعد النجعي في اماكن كبيره باذن الله. والله شوفي الكنترول مو مراد يوقف طلبات. انا اخري المسؤول. اهم شيء مو موال. لا مو موال. ايش هي الاغنيه؟ محمد عبده مثل صبيه. اوه يلا طيب. والله انا اشوف الكنترول يجي يتفضل معانا صراحه اليوم.
لصبية في الغواني ما تشوف لابسات الفل والنقش الياباني في الكفوف والعيون الدهج من تحت المقالم فيها خوف خوف يسبي الناظرين يبعث الحب الدفين خوف يسبي الناظرين يبعث الحب الدفين آه يا معين. الله يعطيك العافية. ما شاء الله، يعني ما تدري قد ايش احنا مبسوطين صراحه بسماع صوتك، مستمرين اكيد معاك، لكن اسمح لي نطلع فاصل قصير ونرجع مشاهدينا، فاصل وبعدها نرجع نكمل معاكم. رجعنا لكم من بعد فاصل، لازلنا مستمرين مع فقرتنا الفنية المميزة مع الفنان سعد والعازف معاذ. ايش رايك نسمع شيء كذا حلو؟ اكيد يلا يلا. بنمسك خط ولا لسه؟ لا الخط بعدين. البعد طال والنوى حب وجراح قلبي، يعني احنا بنتكلم عن ما شاء الله تواجدك في الساحة الفنية بشكل جميل، ولك جمهورك ولك ناسك ولك محبينك، هل الفن كان بالنسبة لك مجرد حلم وحققته ولا لسه عندك اشياء كثير حابب تحققها؟ هو بداية ما كان الفكرة ما كانت اني ادخل مجال فني اصلا اساسا، لكن فجأة كده لقيت نفسي انا قاعد اغني قدام الناس، قلت لا خلاص انا حددت اهدافي وبديت اشتغل. حلو. ربي لك الحمد انه في كل خطوه كنت اخطيها يعني كانت الابواب تتفتح لي، ف يعني كانه كل شيء ميسر لي. فهذا الشيء صراحه خلاني يعني اعزز من ثقتي في نفسي اكثر، وانه اشتغل اكثر، وانه الناس تحب تسمع سعد اكثر، فليش ان انا احرمها يعني. متى بدات فعليا عفوا في الفن؟ تقريبا من 2017. يعني كنت دارس ومخلص، يعني كان عندك توجه ثاني مختلف ولقيت نفسك في الفن؟ والله هو ما كان الفكرة كانت ما بعيدة عن الفن نهائيا. أنا من بعد المدرسة تقريبا من 7 إلى 8 سنوات أنا موقف يعني ما طلعت لا حفلات ولا رحت أي مكان. فكانت فرصة إنه كان في فنان بيحي أوبريت، فالفنان اعتذر فكان موجود سعد، فليش لا يعني. فالحمد لله كانت البداية ممتاز وزين، الحمد لله طلعنا لنا سعد. نشوف اليوم السوشيال ميديا خدمت فنانين كثير بالظهور، أبي أعرف عن تجربتك أنت الخاصة، كيف خدمتك السوشيال ميديا؟ والله في السوشيال ميديا أنا مشكلتي مشكلة مقصر فيها، ما كنت صراحة أصور ولا كنت يعني أتكلم قدام الكاميرا. فكانت يعني مجرد ما دخلت المجال شفت نفسي أنا لازم أني أنا أتكلم، لازم أطلع للناس، أكيد الناس تبغى تعرف تشوف يومياتك أنت إيش تسوي، أنت إيش عندك. فخلاص صار مع الوقت تأقلمنا خلاص، والحمد لله انه مشينا في الشيء هذا.
أبغى أرجع لموضوع الأعمال الوطنية. قلت إنه لك أعمال كثيرة، لكن أكيد في بعض الأعمال هي الأقرب لقلبك وحسيت إنه لا هنا سعد سوى صح ولا؟ والله شوف، الأعمال الوطنية بصفة عامة يعني الوطن غالي أكيد، فدائما كل عمل وطني أنا أسويه يعني أكيد إني أقوله بكل حب، لكن كالأقرب لقلبي كلها صراحة كلها، إلا في عمل واحد تقريبا كان في قبل يومين اشتغلناه في ظرف يوم واحد. ألحان وأداء وتسجيل. ألحانك؟ لأنه أنت كنت تلحن. لا لا ما هو ملحن. أنت ما تلحن أبدا؟ لا لا لا، أنا كان أول بدايتي كانت ألحن كذا يعني ألحان من جيبي يعني. أي. فطبعا كان من ألحان الفنان عبد الله خرمي وكلمات، والله ما يحضرني اسم الشاعر. فاشتغلناه كان في يوم واحد، اشتغلنا يوم السبت، يوم الأحد كان مهرجان المانجو في صبيا. برافو ما شاء الله عليكم. فالحمد لله هذا الشيء يعني كان تحدي كبير لنا، فالحمد لله انه قدرنا يعني نتجاوز هذا الشيء. ما شاء الله عليك. تخيل يا سعد، تخيل. والله تخيل. يلا تخيل. تقف على طرف الهدم ما تلمحك عيني، عاتبتك يدن العتب ما كان يعنيني، تقف على طرف الهدم ما تلمحك عيني، عاتبتك يدن العتب ما كان يعنيني، سلم أبارد السلام اللي حصل بينك وبيني، تخيل من وين ومنين ومتى، بالله ذكرني ذكرني من وين ومنين ومتى، بالله ذكرني ذكرني من وين ومنين ومتى، بالله ذكرني ذكرني، جيتك أنا في ليلة شتاء تهزني ريح الشمال، محتاج أنا المسمى أتذكر إنك قلت لي بالله وش جابك، ودعتني وقبل السلام هذا ترى كل الكلام اللي حصل بينك وبيني، يعطيكم العافية، نورتونا اليوم معاذ وسعد، وكثير كنا سعيدين معاكم في هذه الفقرة، أهلا وسهلا فيكم. الله يسعدكم، شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع، من بعد نرجع نكمل. يعطيكم العافية.